ومن داخل مجلس النواب ينضم إلينا مراسلنا محمد فراس. أهلا وسهلا بك محمد. يعني بدأت الجلسة قبل قليل مع وصول السيد السوداني ووزراء الخارجية والداخلية والتخطيط، ما هي آخر التطورات لديك؟ تفضل. نعم، عقدت الجلسة بدءا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب بحضور أكثر من 183 نائب، ومن ثم رافق السيد محمود المشهداني دولة رئيس الوزراء إلى قاعة عقد الجلسة المخصصة والتي استضيف داخلها السيد رئيس مجلس الوزراء برفقة وزير التخطيط ووزير الداخلية والخارجية، ومن ثم استنفت الجلسة برئاسة السيد محمود المشهداني. جلسة استثنائية شهدت حضور واستضافة رئيس مجلس الوزراء في مرحلة تعيش المنطقة أجواء متوترة. هذه الاستضافة مهمة التي أتت بناء على طلبه لبحث السياسات والتدابير المتخذة من قبل الحكومة العراقية، وهي أيضا واحدة من أسس تعزيز عمل الحكومة في المرحلة القادمة، وسيما أن مجلس النواب قد تحدث مسبقا عن دعمه لجميع إجراءات الحكومة خلال اتخاذها جميع التدابير لحماية الحدود العراقية وأيضا لتعزيز الأمن الداخلي. جلسة أولى بعيدة عن القوانين الخلافية، جدول أعمالها تجاوز القوانين الخلافية التي كانت قد تسببت مرارا بإما رفع الجلسة أو التأجيل أو عدم الانعقاد، بالتالي استأنف المجلس عمله التشريعي بقوانين بعيدة عن الجدلية وبعيدة عن الخلافات. نتحدث عن جدول أعمال يحوي 5 فقرات، الأولى تحدثنا عنها باستضافة رئيس مجلس الوزراء. نعم. والتصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطنية، التصويت على مقترح قانون تعديل أول قانون جواز السفر، تقرير ومناقشة قراءة ثانية مشروع قانون تعديل أول قانون الموازنة العامة الاتحادية، الفقرة رقم 13، وأيضا تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون تعديل الخامس لقانون الطيران المدني. إذن قوانين هي مهمة، وسيما تعديل قانون الموازنة الاتحادية والمعني والمختص بموضوع تصدير النفط من شمال العراق من إقليم كردستان، وتفعيل خط جيهان الذي توقف منذ أكثر من سنة ونصف. بالتالي جلسة لا تقل أهمية عن ما سبقها من جلسات، لكنها بعيدة عن القوانين الخلافية، ما أسهم بانعقادها بعد تأجيل لنصف ساعة أو ساعة تأخير منذ أو ساعتين تأخير منذ الموعد الرسمي المحدد في جدول الأعمال. بالتالي المجلس الآن يعني مستأنف العمل بالجهة التشريعية.